بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتتوالى احتفالاتنا بليالي هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، عبر موقع وزارة الأوقاف من خلال هذه السهرات الإيمانية الرمضانية المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضاه. وخير ما نستهل به لقاءنا معكم في هذه السهرة الرمضانية الإيمانية تلاوة مباركة لما يتيسر من آية الذكر الحكيم وسور الضحى والشرح والكوثر والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى على الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من قصار السور الضحى والشرح والكوثر، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي في مستهل هذه السهرة الإيمانية الرمضانية التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف. أيها الإخوة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صالح الأعمال، وأول شرط من شروط هذا القبول هو أن يخلص الإنسان عمله لله عز وجل غير مراء فيه، ولا يطلب من أحد غير الله سبحانه وتعالى الثواب. حول فضيلة الإخلاص يحدثنا فضيلة الشيخ محمد كساب من شباب علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بخير دين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 نفر ممن كان قبلنا آواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا الغار انحدرت صخرة فأغلقت الغار عليهم، فقالوا لن ينجينا من ذلك الموقف إلا أن ندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا. فدعا الأول ببره لوالديه، ودعا الثاني بتركه الحرام مع شدة حبه له، ودعا الثالث أنه استأجر أجيرا فأعطاه أجره بعد حين أجورا مضاعفة، وقال كل واحد فيهم في آخر ما حكى من موقفه قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا هو الإخلاص الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أن تعمل العمل خالصا لله عز وجل وحده، أن تعمل العمل الصالح لوجه الله لا لوجوه الناس، تفوز في الدنيا والآخرة بهذا الإخلاص. والله عز وجل أمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك الإخلاص هو الذي ينمي الأعمال اليسيرة حتى تصير عظيمة عند الله عز وجل. فهذا رجل سقى كلبا فشكر الله عز وجل له فغفر له،
وهذه امرأة سقت كلبا فشكر الله عز وجل لها فغفر لها وهي امرأة بغي، وثالث كان يمشي في الطريق فوجد شوكا في الطريق فنحاه فشكر الله عز وجل له فغفر له. أعمال يسيرة لكنها مع الإخلاص لله عز وجل تصير كبيرة تنجي أصحابها. الإخلاص هو الذي ينفع العبد في الدنيا وينفع العبد في الآخرة. فيا أخي الكريم، اجعل نيتك في كل عمل لله عز وجل، وأنت ذاهب إلى عملك اجعل نيتك خالصة لله عز وجل أنك تمشي في سبيل الله وتنفق ذلك العمل في سبيل الله عز وجل، وأنت تصلي تصلي لله وحده، وأنت تنام تنام حتى تستيقظ نشيطا للعمل نشيطا للعبادة، وأنت تأكل تتقوى على طاعة الله عز وجل وتتقوى على العمل تفيد نفسك وأسرتك وتمنع كل ذلك عن الحرام. أخي الكريم، إن الإخلاص هو النافع في الدنيا لك وهو الذي ينجيك في الآخرة. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حول فضيلة الإخلاص باعتباره خلقا من أخلاق هذا الدين، وباعتباره شرطا أساسيا من أسس قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى، حدثنا فضيلة الشيخ محمد كساب من شباب علماء وزارة الأوقاف هذا الحديث الديني. الآن إخوة الإيمان والإسلام، نستمع إلى هذه الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ عبد اللطيف وهدان. يا مجيب السائلين، يا رحمة تعطي من تشاء وتمنع، يا رب لا الورى عفوا فلباني، وقال ما خاب عبد وقال ما خاب عبد وقال ما خاب عبد جاءنا داني. فاقصد إلهك في صدق، فاقصد إلهك في صدق، فاقصد إلهك في صدق تجد كراما، فإن ربك فإن ربك ذو فضل وإحسان،
واستغنم الوقت بالطاعات، واستغنم الوقت بالطاعات معتصما بدينك السمح، فهو الملجأ الحاني والفوز يرجى والفلاح إذا قام الأساس على تقوى وإيمان. فسر على طاعة المولى وشرعته، فإنها خير ما تسمو بإنسان.